حاسس اني اتضايقت من دخول البلوجر وسطيكو في الفن. يعني احنا شايفين شاكر دلوقتي دخل وقدم في المعهد، بلوجر موجودين ليهم مشاهد في اعمال زي علي غزلان اتشال ليه مشاهد، انت مع ولا ضد الموضوع اصلا؟ انا ولا مع ولا ضد. انا يعني اللي انا فاهمه ان اي حد موهوب ليه الفرصة ان هو يبقى متواجد، سواء ممثل مخرج يسلك الطريق الشرعي ايا كان هو عامل ازاي. دكتور يحيى الفخراني اللي بيتكرم النهارده هو مش خريج المعهد، استاذ احمد زكي الله يرحمه خريج المعهد، فهي ملهاش علاقه يعني كل فنانيننا عموما يعني ولكن فكره بقى ان هو بلوجر مش بلوجر انا ماليش علاقه بالمسمى. لو هو شخص موهوب وتمام ودخل المعهد وبيسلك الطريق شرعي عادي، المشكله ما عنديش مشكله. لو ما دخلش المعهد ومن عن طريق عمل فني وبيقدم، دي حاجه بقى تحكمها النقابه. ما هو في ناس كتير بتمثل، زملاء لينا واخواتي واصحابي، وبيمثلوا من غير ما هم يكونوا مثلا نقابيين، ولكن بياخدوا مثلا تصريح، فدي حاجه اداريه ملهاش علاقه بقدر الموهبه عامل ازاي. قدر الموهبه دي حاجه يحددها بقى جمهور والمنتج اللي بيدافع عن الممثل بعينه، دي قصه تانية.